جديد من فقرات اختلنا لكم كما عودناكم. اليوم رانا لهنا في مكتبة هيوج، واليوم جبنا لكم نوع أدب جديد راح نتعرفوا عليه مع بعض بعد قليل. ابقوا معنا. أصدقائي الأطفال، استوقفتني هذه القصة اللي هي في الأصل مسرحية مأساوية شفناها على مختلف المسارح العالمية. ألفها الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير بين عامي 1599 و1602، واللي هي اللي تعتبر أطول عمل مسرحي له. تدور أحداث القصة أو المسرحية في مملكة الدنمارك حول الأمير هاملت اللي فقد الأب نتاعو، وبعدها استولى عمه على العرش وتزوج بيمه بعد فترة قصيرة من وفاة الوالد تاعو. هاد الأمر معجبش هاملت، وفي ليلة ظهر له شبح الأب تاعو قالوا بلي عمه كلاوديوس هو السبب في وفاته. وباش يتأكد هاملت جهز عرض مسرحي لعمه وأمه وقدموه رجال يمثلوا مشهد يموت فيه الملك مسموم، وهنا ينفعل العم كلاوديوس ويجي خارج من القاعة. هاد التصرف اعتبره هاملت دليل على انه عمه هو اللي قتل باباه وصمم على الانتقام. اصدقائي، قصة المسرحية تدور في قالب مأساوي، بحيث في الاخير يموت كل من هاملت ويماه وعمه واوفيليا خطيبته. هذا العمل المسرحي الهم كبار الكتاب مثل تشارل ديكنز وجيمس جويس، خرج فيها الكثير من القيم والعبر اللي تمد لنا دروس أخلاقية، من بينها أنه الانتقام ماشي حل لاسترداد حقوقنا لأنه راح يدمر النفس والعقل، وأيضا لازم نكونوا نتغلبوا على طمعنا وجشعنا اللي يدفع بينا باش نرتكبوا أفعال شنيعة. بهذا نكون وصلنا لختام هذا العدد من فقرة اخترنا لكم، ونتمنى يكون اختيارنا عجبكم اليوم. وما تنساوش تمدوا لي آراءكم في قصة هاملت عبر صفحات القناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أما أنا ألقاكم في موعد جديد وكتاب جديد. إلى اللقاء.